اول شيء لازم خبرك قد ايه بشرب قهوه الصبح تيبلش نهاري. بخوف الرقم لانه يعني الفنجان الشاي عاده اللي بيشربوه العالم انا بشربه قهوه 2 تايمز. خبرك شيء، انا القهوه بالنسبه لإلي كانت ما بقدر احطها بتمي، يعني تاكي كاردي على بنروح على المستشفى ذن حبلت بكاري. اول شيء طبعا ما نضحك انه المره بتتوحم، اكيد المره بتتوحم فور شور، بس يجي على راسها قصص غريبه عجيبه. وحده منهم انه انا مغرومه بريحه القهوه، كيف بيرادوني بيعملوا قهوه بجيبوا لي اياها بضلني قاعده هيك عم شم الركوه كل الوقت. هيدي انا وحبلي وقتها ولدت صرت بدي اشرب قهوه. قبل كان في بسكوي ما راح لكم شو اسمه لما اعمل دعايه للبراند، كان انا غرامه بجيب الفنجان القهوه بقسم البسكوي اثنين ببلش اعمل لها هيك واكلها. بعدين لقيت حالي انه انا بلشت اتحول من انسان عادي لفيل. رحت عند الجيتاتيسيان تبعي بدي اقول لها هاي لرامونا، قالت لي مايا طب خبريني عن روتينك انه شو بتعمل من الصبح بس توعي. قلت لها انا بوعى بعمل قهوه باكل معها بسكوي. قالت لي برافو كم بسكوي بتاكلي؟ قلت لها يمكن اربعه او خمسه انه هي ترويقتي يعني. قلت لي ايه نورمال شو هو البسكوي؟ قلت لها قلت لي بيرفكت، كل بسكوي انت بتاكليها هي قد ابعد خبز. ف وقفت رجعت على حجم الطاقه. يلا بلش تغلي القهوه تشربها وسط. من أشيك مرات القهوة ممكن تشوف. أوكي طبعاً هلا إذا أمي شافت إنه أنا فورت القهوة بدنا نخبر مشروع كيف بدنا نقبع الغاز تنط فوق إلى الأعماق لأنه ما فينا ننام بالليل الأوسي دي. بلو فيا مامي شو في؟ ليه زعلان؟ أكل ميك أب بعتقد أو أكل شيء وهلة أو هيك. غريس في فوند تاع وجهه للصبي الصغير. انا بحط نقطه مي للقهوه هيك بينزل الطفل بيقعد تحت القهوه وبتصير القهوه رايقه. امي كانت تقول لي شي مايا نقصتيها للقهوه انه هيك بتنقذها هي بمي مسقعه. هلا انا عاده بنطر بعد شوي عليها بس هلا رح احطها، ما بحبها تكون ابدا معوكره بس اوريدي منا معوكره. My favorite spot.